السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم. اليوم جبنا لكم اللحم الغنمي بالمخدر بسلاوي والحامض المصير، اللي كيجي هائل وكيجي بنين. كنتمنى تجربوه وتردوا عليا الخبر في الكومنتير، لانه كيجي واحد اكله زوينه زوينه زوينه. واستغلوا هاد الفرصه، في كاين السلاوي دابا موجود وطيبوه حتى هو فيه فوائد كثيره. نبدأ على بركة الله بالمقادير وطريقة الاستعمال. عندنا خديت انا واحد جوج طرفة كبار، يعني بيت الكيلو ولا كيلو ونص هكاك ديال اللحم، ومعاهم قزبر المعدنوس او لا غير قزبر، من الاحسن قزبر، وشوية التومة خليتها فصوص، شي ثلاثة فصوص ديال التومة هكاك، والبصلة مقطعة شنانف، وعندنا الملحة والابزار. الابزار كناخذ على حسب الافراد الاسره، اللي كيبغي الحار كاين اللي ما تيبغيش شي، وملح ثاني كذلك، شويه القزبر حبوب حتى هو مطحون، وشويه السكنجبير والزعفران اللي كنزيدو شي شويه، يعني واحد المعلقه ونص هكاك، والسكنجبير واحد المعلقه صغيره. وهذا هو السلاوي ديالنا اللي غنخضروا به، يعني باقي طري ميكونش قديم، لان الا كان قديم راه ما تيبغيش يطيب. والماء على حسب، حنا غنديرو هاد الكميه ولا خاصنا نزيدو. والزيت واحد كاس لارب تاع الزيت. نبداو على بركه الله. هذا هو اللحم ديالنا، هو درتو ديجا في الطنجره، ها هو اللحم ديال الفخاد هذا، غير طرفه كبار. انا خليته على كبار باش يجي، باش ما كيخسر شي في المرقه. ومن الاحسن دائما خذوا واحد الطرف يكون كبير ويكون بجهه الفخاد، من الاحسن ما تاخذش من السنسول باش من يطيب يبقى لكم صايم. صافي، في الاثناء غنزيدوا البصله. البصله ها هي، اللي هي بصله كبيره قطعتها هكا على شكل طولي، وهنايا عندي قزبر اللي ديجا مقطع خشيف فريكو، وواحد 4 سنين هكا ديال الثومه خليتهم صايلين، لان هذا كلشي غيذوب، ما كاين ما كيداش علاش تحكو. هنا ها هي الملحه، درت على حسب حقا، هاد الملحه كفاتني ما زدت شي، لان ديجا الحامض مصير وديجا اللحم الغنمي تيكون حلو. هذا قزبر مطحون ثاني واحد معلقه صغيره، وهذا سكنجبير، والخرقوم اللي هو تنديرو حنا شويه بزايد باش كتجي ما تخت المرقه هو، والبزار كذلك واحد نص معلقه صغيره. وهذا كاس لارب تاع زيت العود، ما درتش زيت الروميه اصلا. وهنا ما غنقليو ما حتى حاجه، دير الماء نيشان، يعني واحد تقريبا يطرد الماء صافي، وخليه يطيب صافي، وغنسدو الكوكوط وغنديوها طيب، لان اللحم ديجا كيبغي كيهز شويه الوقت والسلاوي دغيا تيطيب، لان حتى كيقرب اللحم يطيب نبقى له واحد شويه عترميو السلاوي، لان السلاوي ما تاخذش وقت كثير، واحد 4 ساعة صافي تيكون طري في الكوكوط. اما في الطاجين تيبقى خاصو شويه الوقت. صافي، هاد الاثناء انا حطيتها فوق البوطه كطيب. صافي، من غطيب غرميو السلاوي، او السلاوي خليتو ديجا هنايا حطيتو، هو راه ماشي بزاف، درت وحده كبيره شويه. صافي، ها المرقه بعد ما طابت طابلين اللحم ديالنا. صافي، هنا غنزيدو السلاوي، صافي غنزيدو شي شويه الماء، لا ربي ما زدتش الماء هنا بخطره، ما زدتش صافي، لان ديجا الخضره كطلق الماء ما زدتش الماء. صافي، هذا هو الماء اللي طيبت فيه. ولا حسب ثاني، داك اللحم ثاني كبير ولا شي حاجه راه كيزيد الماء، على حسب كل واحد وكيفاش عنده اللحم كبير ولا صغير.
صافي المريقه تاعنا طابت، زدت عليها الحامض المصير اللي ديجا راه عندي في القناه، راه كيجي هائل. هذاك راه غير مرقد ولا ديجا غادي اللون تاعو الحمريه بحال جا بحال المصير، لان عندو عامين. هانتوما شتو كيفاش جا، واعر واعر، تيجي واحد واحد المريقه جات واعره خاتره زوينه في المذاق ديالها بزاف، ماشي شويه، لان السلاوي كيحلو واحد المذاق مميز وكيجي مع اللحم واعر واعر. حاولوا تجربوا هاد الطريقه، راها زوينه وسهله، يعني اي واحد، يعني المكونات ماشي صعب، ما كلشي كاينه في الدار. ودابا هذا هو العيد اضحى اللي فيه كلشي موجود، و يعني ديروا بهم بزاف الشهيوات، وكل مره كنجيب لكم شهيوه جديده وزوينه وفي نفس الوقت سهله وموجوده في كل بيت. نتمنى هاد الطبق يعجبكم هاد النهار، وتمنوا تردوا لي خبر في الكومنتات، وضروري كنبدلوه مره مره الشهيوات، مره لحم البرقوق، مره لحم ديال شويه الخضر، مره كل مره كل واحد يبدل كل مره طبق جديد. وهذا هو الطبق ديال اللي كان هاد النهار، هو الطبق اللحم، وراه شفتوا كيفاش جا طايب، يعني تخليه حتى كيطيب مزيان، وفي نفس الوقت يكون باقي شاد راسو، يعني ما يكونش يتفرست. والسلاوي ثاني كذلك، الحامض المصير ها هو حتى هو كيفاش جا، حتى هو مزيان الطبق ديالنا. حاولوا تجربوا هذا الطبق، راه كيجي زوين حتى هو. واللي ما كيكون سلاوي خصو ياكل سلاوي، لان جربت